اكتست المهرة بالحزن وهي تودع ابنها البار المناضل الكبير الشيخ عامر سعد كلشات الذي وارى الثراء وسط حضور رسمي وشعبي كبير في واحدة من أكبر الجنازات التي شهدتها محافظة المهرة. أهل صقر وكل محبين الشيخ الفقيد الراحل المناضل عامر سعد كلشات يتوافدون من كل أنحاء محافظة المهرة اليوم إلى مدينة صقر لاستقبال جثمان الشهيد الفقيد المناضل عامر سعد. الشيخ عامر سعد ختم حياته النضالية بالوقوف أمام كثير من القضايا الهامة والتي تخص سيادة الوطن واستقلاله، ومشهود له بالشجاعة وبالنزاهة وبالحرص على وطنه تارك كل مصالح الدنيا وراء ظهره. الحشود الجماهيرية التي تقاطرت من كل أنحاء المهرة والمحافظات الأخرى للمشاركة في تشييع جثمان المناضل عامر كلشات عكست الحب الكبير لهذه الشخصية والهامة الوطنية لدى المهريين واليمنيين. وفي هذه المناسبة ليس عنا إلا أن نقدم تعزينا الحارة إلى أسرة الفقيد وإلى كل أحرار المهرة وكل محبين الحرية والاستقلال. ندعو ونتوجه لله سبحانه وتعالى أن يتقبله في فسيح جناته وأن إليه راجعون. عامر سعد كلشات يوارى تربة المهرة ووطنه التي ظل حتى رمقه الأخير وهو يخوض معركة الدفاع عنها ورفض تدنيسها من أي غاز أو محتل أو طامع، وستحمل هذه الجموع المشيعة وكل شرفاء المهرة واليمني راية النضال. أولا أعزي قبيلة بيت كلشات خاصة ربعنا، ونعزي أبناء محافظة المهرة واليمن بشكل عام على وفاة المغفور له الشيخ عامر سعد المناضل الكبير الذي قدم طيلة عمره في خدمة هذا الوطن. وأكد للجميع ونحن المناضل الكبير عامر سعد خلف فراغ لا يمكن حد يغطيه، لكن نحن بمعنوية جادة سنواصل عملنا السلمي لما تحقيق أهدافنا وخطتنا الذي رسمها الشيخ المغفور له عامر سعد. في هذه المشهد المهيب نودع اليوم ونحن ومعنا قبائل المهرة الشيخ عامر سعد رئيس لجنة الاعتصام، سائلين الله له المغفرة والرحمة، كان له دور بارز في مناهضة الاحتلال السعودي الاماراتي. انطفى وهج عامر سعد كلشات، لكن المبادئ والقيم التي ناضل من اجلها ستظل نبراسا مشعا وملهما للجميع. ولم يكن هذا الاحتشاد لوداعه الأخير إلا صورة لجانب من الوفاء للرجل وتاريخه النضالي الشجاع.